بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يقرأ المسلمون في كل بقاع الأرض آناء الليل وأطراف النهار هذه المصاحف المطبوعة ذات الأغلفة الفاخرة بمختلف أحجامها وتمتلئ بها مساجدهم وبيوتهم كيف وصلت إلينا؟ ترى ما هي المراحل التي مر بها مصحف واحد كتابة وتدقيقا وطباعة وتغليفا؟ خلف وصول هذا المصحف الشريف إلينا بهيئته الحالية منظومات متكاملة يقع أكبرها هنا في المملكة العربية السعودية إن هذه البلاد لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً في خدمة الإسلام والمسلمين لذا فقد لبت نداء ازدياد حاجة العالم الإسلامي للمصحف الشريف الموثوق والخالي من التحريف وترجمته للغات الأخرى والعناية بمختلف علومه وعلوم السنة المطهرة استشعر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله هذا النداء وتلمس هذه الأهمية فسارع لتكليف جهاز متخصص ومتفرغ لهذا العمل الجليل وفي 16 من شهر الله المحرم سنة 1403 للهجرة وضع حجر الأساس لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونال شرف إنشائه وتشغيله شركة سعودي أوجي التي حرصت وبتوجيه من الحكومة الرشيدة على توفير الكوادر الوطنية المؤهلة وسعت جاهدة وباستمرار لتوفير كل ما هو متطور وحديث من تقنيات ومواد طباعة خدمة لكتاب الله عز وجل كل ذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليتم افتتاحه وتشغيله في الشهر الثاني لسنة 1405 للهجرة ليكون منارة للعلم والهدى ومصدراً من مصادر النور أبو مروان عثمان طه هو المحطة الأولى حباه الله موهبة الخط ووفقه لتطويرها فنال بذلك شرف كتابة المصحف الذي ينتجه المجمع وأصبح خطه علامة فارقة حيث يبدأ الصفحة بآية ويختمها بآية تسهيلاً للحفظ والقراءة كتب أنواع من المصاحف أنواع من حيث الترتيب أنواع من حيث القراءات فهناك المصحف المشهور في الشرق الأوسط ومصحف برواية حفص وفي المغرب برواية ورش وأفريقيا برواية الدوري كتبت هذه المصاحف كلها بخط اليد وطبعت أغلبها في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة وكما أبدعت ريشة أبي مروان في رسم وتوثيق آيات القرآن الكريم تفننت ريشة السيد عبد الله حنيف والذي يعتبر أحد أهم فناني الزخرفة الإسلامية في العالم في رسم وتصميم زخارف مصحف المدينة المنورة والتي تمهر بالذهب على أغلفة النسخ العادية بتقنية التذهيب الحار وعلى مصاحف النسخ الخاصة بتقنية التذهيب البارد ويساند الشيخ عبد الله حنيف في عمله هذا فريق متكامل من فنيي الزخرفة الذين تم انتقاؤهم بعناية ممن يدينون بالإسلام حرصاً على قدسية كتاب الله عز وجل ثم تخرج المخطوطة المزخرفة للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة العلمية ومن ثم يتم اعتمادها مبدئياً لتوضع بعد ذلك على صفائح من الألومنيوم يتم تركيبها على أجهزة الطباعة
وكما أولي المحتوى الشريف عناية فائقة، صرفت ذات العناية على نوعية الأوراق التي احتوته بين طياتها بكل إجلال. فقد صنعت عجينة الورق المستخدم في طباعة مصحف المدينة خصيصاً وبجودة عالية، بهدف المحافظة على دقة قراءة الآيات وعدم تداخل علامات الترقيم، إضافة لحمايته من التزوير والتقليد والتحريف. بعد ما تشوف المراقبة الملزمة وتراقبها وتقوم فسحها، أصبحت الملزمة خالية من العيوب. بعد كده ما تتوقف عملية المراقبة، يعني تبتدي عملية الإنتاج بتشغيل الآلة تشغيل مستمر، والمراقبة الموجودين على الآلة يسحبوا ملزمة كل دقيقتين، يسحبوا ملزمة ويراقبوها والآلة ماشية، بالإضافة لأنه كل ربع ساعة في غرفة أخرى للمراقبة النوعية، كل ربع ساعة يسحبوا ملزمة ويراقبوها. في حال اكتشفوا أي خطأ جديد طرأ على الملزمة بيسووا أمر إيقاف لآلة الطباعة عشان توقف عن الإنتاج ويتصحح الخطأ اللي اكتشفوه. ثم بعد مراجعة الطباعة وتدقيقها حتى من العيوب الفنية التي لا ترى بالعين المجردة، تبدأ عمليات التجميع لصفحات المصحف الواحد. وبعد انتهاء هذه العملية الدقيقة تبدأ خياطة المصحف الشريف ثم تجليده ليصبح لدينا مصحف. ولكن هذا المصحف غير معتمد، فعمليات التدقيق والمراجعة ما زالت مستمرة. هناك لجنة مكونة من 800 شخص ستقوم بتدقيقه ومراجعته للمرة الأخيرة. ينتج من هذه المراجعة ثلاثة أنواع من المصاحف: معتمد، قابل للإصلاح، موجه للإتلاف بآلية تليق به تشريفاً وتعظيماً. أما المصاحف المعتمدة فقط فيتم فسحها نهائياً لتصل لمرحلة التعبئة والتوزيع. اليوم وبعد 30 عاماً وبميزانية سنوية تتجاوز 300 مليون ريال، تصل الطاقة الإنتاجية للمجمع إلى ما يربو على 10 ملايين نسخة سنوياً توزعت على عدد من الإصدارات المختلفة. وعلى امتداد 30 عاماً واصل المجمع تقديم نسخ من إصدارات مصحف المدينة المنورة لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، حيث توزع هدية خادم الحرمين الشريفين على كل حاج عند مغادرته منافذ المملكة الحدودية. ولأن كتاب الله يقرأ في كل بقاع المعمورة بكل اللغات المحكية، فقد تم ترجمة آياته في المجمع إلى 60 لغة تنوعت بين آسيوية وأوروبية وإفريقية. لم تغفل إدارة المجمع ولا الشركة المشغلة عن حق من حرموا نعمة البصر في قراءة وتدبر كتاب الله عز وجل، لذا فقد تم إنتاج عدد من الإصدارات بلغة بريل، يقوم على مراجعتها وتدقيقها فريق مختص هو الوحيد المعتمد في العالم لمراجعة المصحف الشريف، والذي يعمل حصرياً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. يقول: طبع هذا المصحف الشريف بالخط البارز وفق رواية حفص عن عاصم الكوفي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، وقد تكونت هذه الطبعة من 6 مجلدات. تماشياً مع ما يشهده العلم من نقلة تقنية تعتمد اعتماداً كبيراً على مصادر إلكترونية موثقة، أصبح موقع المجمع على الإنترنت موسوعة قرآنية شاملة متجددة تحوي الكثير من المعلومات التي يحتاجها المسلمون جميعاً وطلاب علوم القرآن والمهتمون والمتخصصون على حد سواء. ويعمل قسم الحاسب الآلي بالمجمع على تذليل كل الصعوبات واختصار الزمن لتسريع الإنتاج مع مراعاة الجودة، كما ينتج البرامج المتخصصة والإصدارات الرقمية في علوم القرآن وخط المصحف الشريف والترجمة. ومن إنجازاته النسخة الرقمية المعدة للطباعة ومواقع تعليم القرآن للمكفوفين والصم والخط الحاسوبي والوثيقة المصحفية وغيرها الكثير. وقد حرصت سعود أوجي والأمانة العامة للمجمع على ريادة التوجه لسعودة الكفاءات
حيث تشكل الطاقات والقدرات السعودية 80% من العاملين، وقد أسهموا في تطوير العملية الإنتاجية للمصحف الشريف. نحن في دائرة الموارد البشرية نحرص على جذب واستقطاب الموظفين المناسبين من كافة المستويات الهندسية والفنية والإدارية، حيث بلغ عدد منسوبي المجمع ما يقارب 1460 موظف، نسبة السعوديين 82%. إن هذا المصحف كلام الله عز وجل ودليل المؤمنين لخير دنياهم وآخرتهم حتى قيام الساعة، وقد تكفل الله بحفظه ويسر الأسباب لذلك، فحفظه في الصدور ثم تعهده الأكفاء والأمناء ليحفظ أيضاً في السطور. ولعل الأسلوب الرقابي المتميز الذي ينتهجه المجمع في إصداراته يمنح راحة النفس لكل مسلم يقرأ القرآن، فمن رقابة نص إلى رقابة نوعية إلى رقابة شاملة بمعايير صارمة لئلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مصدر من ضياء وتحفة من نور، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، معلم إسلامي مشرق تقدمه بلاد مشرقة بأصالتها ومشرقة بعقيدتها ومشرقة بالتزامها تعاليم دينها ومشرقة بحاضرها ومشرقة بمستقبلها إن شاء الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.